صفحة الأحوال الجوية مع الزميلة ميشيل حداد. مرحبا. طقس الممطر يلي كنا خبرناكم عنه بنشراتنا الماضية وصل لعنا ورح يكفي معنا بالأيام اللي جاية. اليوم نهارنا ممطر مع هواء بيقوى بشكل خاص بالمناطق الشمالية مطرح ما رح توصل سرعة الرياح ل 90 كيلومتر بالساعة مع أمطار غزيرة بكل المناطق بتنحسر شوي بفترة العصر والمساء مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة عن الأيام اللي مرقت. اتجاه رياح جنوبي غربي الحرارة بتسجل أقصاها على الساحل 24 درجة، على المرتفعات بتتراوح بين 14 و 21، أما بالداخل فبتتراوح درجات الحرارة بين 20 و 24 درجة. رطوبة عالية على الساحل، هواء قوي، البحر مائج والجو مثل ما ذكرنا ممطر مع عواصف رعدية وهواء قوي بشكل خاص بالمناطق الشمالية مع احتمال شوية انفراجات العصر والمساء. جولتنا الجو بتاخذنا فوق بعض المناطق وضع اللبنانية لنشوف كيف طقسها، ومنبلش جولتنا من منطقة مشتى حسن مع 20 درجة 22 بطرابلس، 20 بكور، حاردين وحراجل 16 درجة، 21 بدهور الشوير، كمان 21 بعين دارة وببيصور. بننتقل لصيدا وصور 23 درجة، ومثل ما عم تشوفوا الجو ممطر وعاصف بمختلف المناطق اللبنانية. خربة أنفار 22 درجة، نوصل عاشتورة 23، والختام بيكون بدير الأحمر وبالأعمى 24 درجة. لمحة سريعة عن طقسنا باليوم اللي جاي، اليوم الجمعة مثل ما قلنا الجو ممطر وعاصف، الحرارة بتسجل أقصاها 24 درجة وبتنخفض بالويك أند ل 22 و 21 نهار الأحد، وبتابع الجو ممطر على هذا الحال لنهار الاثنين. انتبهوا على الطرقات بسبب الشتاء والهواء القوي، وتابعوا نشرتنا الجاية لتفاصيل أكثر عن طقس الأيام الباقية من الأسبوع. مع هذا الطقس نختم النشرة، نذكركم مشاهدينا الكرام أن بإمكانكم متابعة الأخبار عبر MTV لبنان نيوز على موقع تويتر، MTV لبنان على موقع فيسبوك، وعبر mtv.com.lb. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.